الغلط لازم يعترف فيه الواحد. والله حلو الواحد يعترف يعني إذا غلطان مع حدا أو شيء. لا لا هذا شيء خاص. ما فيها شيء يعني شو هالأزمة، كل إنسان عنده ماضي وكل إنسان عنده تجارب وما فيها شيء يعني بالآخر. ما عليه. ممكن أنا صري. إيه نعترف. ما عم قل لك حسب الشخص، أحياناً الأشخاص بيتقبلوا هالشيء، أحياناً لا. لا ما في داعي. مو كل شيء بينحقق كمان يعني، بس عم جوز سبب لك مشكلة. ما بقول لك يس هتكون صعبة بس بنفس الوقت ترتاح بعدين. تعترف ماضيك لشخص تعرفت عليه، لشريكة الحياة، بتخبرها كل شيء أو بتخبر كل شيء أو لا؟ إذا شريكة الحياة إجباري، إذا شخص خلص ناوي يكمل معه بخبره، بس مو يا شخص مرحبا أهلين ماضي كذا كذا كذا. لا حلو الواحد يعترف غلطه، حلو الواحد يعترف غلطه كتير، ويعني وجرأة واعتراف كمان يعني. هلا إذا أنا غلطان بحقك يعني لازم شو فيها يعني إذا صارحتها، حلو الواحد يعترف. الثقة بين اثنين حلوة كتير، ثقة بيني وبين زوجي كتير ثقة حلوة. لازم يعترف فيها الواحد، إذا حس بغلط لازم يعترف فيه. إيه صح هذا الشيء. إيه أو بيقولوا مثلاً إنه في قبل إذا حكيت الصراحة يتركني بيمشي، عادي يتركني بيمشي، هم أنا أكون صريح بيني وبين حالي، مشان أعرف عيش يعني، فهم شلون؟ ما أكون كذاب بيني وبين حالي. هلا كل إنسان وأفكاره، والإنسان ما بيحكي لحدا ما بيوثق فيه، بيحكي للحد القريب منه أو الإنسان اللي يعني الأبدي بالنسبة له، يعني أنا لمين بقول؟ لماما، للبست فريند مثلاً، غير هيك ما بقول، أكيد يعني بالآخر كل إنسان له حياته الخاصة. بتعترفوا بالماضي أو لا؟ هلا مو بالضرورة انه نعترف بكل شيء كل شيء يعني بالماضي، بنعترف بس بشيء بسيط يعني. ممكن يكون الصراحة بتزعج الشخص اللي عم تحكي له يعني، بس عم جوز تسبب لك مشكلة هي القصة، عرفت شلون؟ مثلا تحكي له ماضيك تبعك تتضايق منك وتبلش قصص بقى، تفتح لك قصص ماضيك كله. ما بينحكى، في شيء ما بينحكى. برأيك هي جرأة أو صراحة أو ممكن بعض الأوقات تحطنا بمواقف غلط؟ حتى مواقف مو حلوة بس أكيد الصراحة حلوة كمان. مراحل حياتك اللي قطعت فيها، علاقاتك السابقة، تجاربك السابقة، ممكن تنفر أو تخليها أنه لا أنا عملت بلوك؟ أي طبعاً ممكن تنفر أي، بس ممكن لفترة معينة تنفر لصدمة الخبر، لانزعاجك من هاي التفاصيل اللي صارت معك بالماضي، بس إذا في قوة بالعلاقة فرح تستمر بعدين أكيد. اليوم ممكن تكون هاي القصص هي عبارة عن مستمسك للسيدة أو للرجل، وخليك مشان ما نعمم، يمسك عليها ويصير موضوع يعايرها فيها أو يهتة فيها مثل ما مشكلة الرجل الشرقي للأسف يعني. إيه هلا عم تظلمينا نحن رجال. لا بس إيه يعني كله، خلينا نقول كلهم.